السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. حل نموذج اختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ. التمرين الأول: اكتب فترة حكم الخلفاء الراشدون، المفروض هنا الراشدين، رضي الله عنهم. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من 11 إلى 41 هجرية على الترتيب: أبو بكر الصديق، تولى الحكم في نفس اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية. عمر بن الخطاب تولى الحكم في 23 جمادى الآخر أو جمادى الثانية 13 هجري. عثمان بن عفان تولى الحكم 3 محرم سنة 23 هجرية. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد تولى الحكم في 25 ذو الحجة سنة 35 هجرية. التمرين الثاني: أجب بصحيح أمام العبارة الصحيحة، وخاطئ أمام العبارة الخاطئة، وصحح الخطأ إن وجد. العبارة الأولى: كان شمال إفريقيا خاضعا للاحتلال الروماني قبل الفتوحات الإسلامية. هذه عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن شمال إفريقيا كان خاضعا للاحتلال البيزنطي، ونكتب عبارة خاطئة ونصحح الخطأ ونقول: كان شمال إفريقيا خاضعا للاحتلال البيزنطي قبل الفتوحات الإسلامية. الاحتلال البيزنطي أو البيزنطيون أصلهم رومان قبل أن ينقسموا، لكن عندما انقسموا أصبح قسم منهم رومان والقسم الآخر بيزنطيون. لهذا العبارة خاطئة، لأن الرومان ليس هم من احتلوا شمال إفريقيا، ولكن البيزنطيون هم الذين فعلوا. في يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز 62 سنة. هذه العبارة خاطئة. لماذا؟ لأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته كان 63 سنة، ونكتب التصحيح: في يوم الاثنين 12 ربيع الأول 11 هجرية توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز 63 سنة. العبارة الثالثة: امتدت دولة الخلفاء الراشدين بين سنتي 632 ميلادية و 661 ميلادية. هي عبارة صحيحة. أما بالتقويم الهجري فبين 11 هجرية و 41 هجرية، تقريبا 30 سنة. التمرين الثالث: رتب الأحداث التالية بوضع الأرقام من 1 إلى 4. هنا أعطيت لي أحداث وطلب مني أن أرتبها على حسب تسلسلها الزمني. يمكن الاستعانة هنا بزمن وقوع الحدث، لكن إن لم يعطى لي التقويم، إن لم يعطى تعطى لي سنة وقوع الحدث، يمكن الترتيب على حسب وقوع الحدث منطقيا. مثلا هنا استشهاد عقبة لا يمكن أن يكون قبل أن يؤسس مدينة القيروان. منطقيا هذا الحدث يأتي قبل هذا الحدث. هنا أيضا لاحظوا دام فتح شمال إفريقيا نحو 70 عاما، إذن هنا الفترة التي دام فيها فتح شمال إفريقيا لا يمكن أن يكون قبل أن يؤسس عقبة بن نافع مدينة القيروان. فتح الأندلس هي آخر حدث هنا، لاحظوا فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير، هذا الحدث يأتي بعد انتهاء من فتح شمال إفريقيا. إذن منطقيا أول حدث، حتى يعني بدون الاستعانة بالتواريخ، الحدث الأول هو أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان سنة 50 هجرية 670 ميلادية. ثم الحدث الثاني استشهاد عقبة بن نافع رفقة أزيد من 300 فارس سنة 62 هجرية الموافقة ل 681 ميلادي. ثم الحدث الثالث هنا دام فتح شمال إفريقيا نحو 70 عاما من 21 إلى 90 هجرية الموافقة ل 642 ميلادية 709 ميلادية. إذن هذا هو الحدث الثالث. ثم أخيرا يأتي فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة 92 هجرية الموافقة ل 711 ميلادية، وهو آخر حدث هنا عندنا في هذا التمرين.
أخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.